جاء من مراكش، من كان ينتمي إلى مراكش المغرب الأقصى، ولكنه الله سبحانه وتعالى ساقه إلى بلدنا لكنو، وأقام عندنا مدرسا في ندوة العلماء، فأتممت الدراسة العربية بتحقيق وإتقان وتوسع عليه. فهذا كله كان من تقدير الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كان من المقدر المقرر أن أخاطب إخواننا العرب وأن أبدي ضريبتي، أن أؤدي ضريبتي لإخواني العرب فيما استفدت منهم وتعلمت منهم وأدين لهم في ديني وفي عقيدتي وفي ثقافتي. فكان هنالك يعني محاولة أداء واجب ومحاولة ضريبة شكرية، ضريبة الشكر. فوفقني الله تبارك وتعالى للتأليف في اللغة العربية كما صرح به أخونا الفاضل. نعم. سماحة الشيخ، هل كانت بداية دراستك للغة العربية القرآن الكريم، أم أنك انطلقت من خلال أيضا الكتب الأدبية التي تساعد في فهم اللغة العربية ومدلولات القرآن الكريم ومعانيه؟ تفضل. إنما بدأت دراستي بدراسة الكتب الأدبية الإبتدائية التي ألفت في مصر، مثل الطريقة المبتكرة ومدارج القراءة وكليلة ودمنة ومنهج البلاغة وغير ذلك. ولكن ضم إليه أستاذنا أضاف إليه أستاذنا قراءة تدريس القرآن الكريم من بعض الصور، كان يدرسها لتسهيل العقيدة ولتطهير الذهن، تطهير الذهن الذي نشأ صاحبه في بيئة غير إسلامية وثنية مادية. فكان يدرسنا بعض الصور من القرآن وبعض الأبواب من الحديث الشريف، مثل المغازي من صحيح مسلم وغير ذلك. نعم. فضم إلى المادة الأدبية المادة الدينية الصائغة للذهن المكونة للعقل والتفكير. نعم. من خلال اطلاعي على سيرة الأستاذ سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي، تبين لي أنك قرأت نهج البلاغة للشريف الرضي وأيضا كليلة ودمنة للمقفع، وهذه لا شك أنها مكنتك من أن تقوم بالتأليف والكتابة. متى بدأت التأليف والكتابة، وما هو النهج الذي اتبعته سماحتكم؟ قدمت إلى هذه الكتب المقررة الدراسية كتبا للمتابع العصر، مثل النظرات المفلوطي، أسلوب المؤثر والنافذ في عقول الناشية الجديدة. نعم. سماحة الشيخ، كنت تتنقل بين الدول وتسافر وتلتقي بمشاهير الأدب ومشاهير شعراء وأيضا قادة الفكر، وأيضا التقيت بالشيخ محمد إقبال. ماذا كنت تستفيد من هذا الترحال والالتقاء بهؤلاء العباقرة منهم؟ إنني قرأت في الغالب كثيرا من مؤلفاتهم ومن أدبياتهم ومن أفكارهم ودعواتهم قبل أن أقابلهم. لما قابلتهم أفادني، استفدت منه الاقتناع بما كتبوا وما قالوا، خصوصا العلامة محمد إقبال الذي كان شاعرا ملهما وداعية كبيرة، ومن شعراء الأفذاذ، من أفذاذ الأمة الإسلامية. فقابلته أنا في سنين حديثة، كنت في التاسعة عشر من عمري أو أقل من ذلك، في السابعة عشر من عمري، وكنت قد نقلت بعض قصائده اللغة العربية وعرضت هذه الترجمة عليه، وسر به وامتحنني حتى يطمئن إلى أنني كاتب هذه، أنني مترجم مباشرة، أو أنني استعنت بالرجل الآخر
فوجه إلي أسئلة في الأدب وفي التاريخ وأجبته. وبعد ذلك أنا استأذنته في لقاء آخر الذي جاء بعد سنة وسنتين، استأذنته في أن أنقل شعره وفكره إلى اللغة العربية، لأنني كنت أشعر بأن إخوان العرب حتى الفضلاء منهم والمطلعين الذين كان عندهم اطلاع واسع وتنوع لم يعرفوا إقبال معرفة حقيقية، معرفة عميقة وشخصية. فاستأذنته في أن أنقل شعره وفكره، ليس الشعر فقط إنه فكر أكثر من أن يكون شعرا، ورسالة إلى العالم الإسلامي والجيل الإسلامي الجديد، ورسالة إلى الطبقة المثقفة، فسمح لي بذلك وأتى الله لي هذه الفرصة وعانني على ترجمة شعره وفكره، وفكره أكثر من شعري في كتابي رباعي إقبال. ومن ذلك قد بدأ العالم العربي يتعرف بإقبال. وأذكر لكم أنني كنت مرة في دعوة في الأمير حسن طال الله بقاه، فحضر هنالك المفتي الخليلي من المسقط، فجعل يقرأ صفحات من رباعي إقبال حفظا. وكذلك كثير من الناس قد عرفوا إقبال عن طريق كتابي رباعي إقبال. سماحة الشيخ، لك مؤلفات كثيرة قد تزيد على 150 مؤلف. كنت قد ألفت في أول ما ألفت باللغة العربية كتاب معروف لدى الجميع، هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وأظن أن هذا الكتاب قد تم تأليفه في عام 1945 ميلادية. نعم. 45 ميلادية. ما هو المنهج الذي اتبعته في هذا الكتاب، خاصة وأنه طبع طبعات عديدة وكانت تنفذ من الأسواق سرعان ما يطبع ثم يعاد طبعه؟ ما هو المنهج الذي اتبعته فيه والغاية والرسالة؟ في الحقيقة الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب هو شعوري بأن المسلمين خصوصا الجيل الإسلامي المثقف قد فقد الثقة بصلاحية الإسلام للبقاء، فضلا عن القيادة، للبقاء في هذا العصر المتمدن الراقي الذي يقوده الغرب. فشعرت بأن هنالك خوان، هنالك فراغا خطيرا جدا في عقول الناشئة الجديدة المثقفة، أنهم يعتقدون أن الإسلام قد أدى دوره، قد أدى دوره وأدى رسالته في الزمن الماضي، الزمن المتخلف حضارة وثقافة وابتداعا وابتكارا. فالمسلمون قاموا بدور محمود مشكور، ولكن ذلك في الزمن الماضي القديم المتخلف. أما الآن وقد تقدمت المدنية وتقدمت العلوم تقدما كبيرا، وكذلك تطورت العقلية البشرية وحدثت حوادث جديدة وتحديات جديدة، فالإسلام الآن قصة تاريخية. الإسلام أثر من الآثار المحمودة، من الآثار الطيبة المحمودة، ولكنه ما بقيت له حاجة، وما بقي جديدا بقيادة الإنسان، بقيادة الركب البشري المتحضر الراقي المتنور. فهذا الذي حملني تأليف هذا الكتاب، وكان الهدف إعادة الثقة بصلاحية الإسلام، ليس للبقاء فقط بل للقيادة. وهذا الذي حملني على تأليف هذا الكتاب، وأنني أحمد الله تبارك وتعالى لأنه قد رزقه القبول الكبير، حتى صدرت له أكثر من 30 طبعة، وسمعت بعض الفضلاء في الشرق وفي الغرب كذلك أنهم قالوا لا نعتبر أحدا مثقفا، لا نعتبر رجلا مثقفا إذا لم يكن قد قرأ كتاب ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. قالوا رجل فاضل هنا في الشرق ورجل فاضل في مراكش في الرباط. نعم.